بين الطلقة الأولى في صيدا في شباط وبداية ثورة البراكين اللبنانية في نيسان 1975، بقيت نواصي الخيل في ميدان سباق بيروت تطلق العنان لدوام زمن العز والخير في مقابل سباق الرهانات على اقتراب أيام الويل والليل. ناس يتمتعون بالربيع الكثير الحضور في نيسان ينتظرون الصيف والشمس، وآخرون تراءى لهم خريف الوطن فابتعدوا عن حياة الفنادق استعدادا لارتداء لباس الخنادق. كان كمال جملاط في تلك الأثناء يراقب خروج الثعابين الطائفية والطبقية والعقائدية، معتقدا أنه يستطيع تأخير ثورته الاجتماعية والسياسية سنتين لكي تنضج وتعلن عن نفسها على طريقة الثورات الأوروبية الكبرى. لكن الانفجار المفاجئ في 13 من نيسان 1975 لم يترك له وقتا للتفكير ولا خيارا لاختيار التوقيت، فعاد إلى مفكرته التي دون فيها أن الثورة لا تغفر، فلا بد من تلقفها ساعة يبدو القدر مؤاتيا والنصر في متناول اليد. هذا النصر الذي كلف شلالات من الدم وترسانة من الأخطاء والخيبات خرج من يد كمال جنبلاط وأصبح ورقة في مهب اللعبة الدولية، وفي يد ياسر عرفات القابض على السلاح وحافظ الأسد الممسك بالمفاتيح والقرار. وقلنا لياسر عرفات: لماذا نستقبل كمال جنبلاط وهو يصر على متابعة القتال؟ رشيد الصلح وعباس خلف ومحسن جلول محافظ الألقاب وتوفيق السلطان وآخرين ومحسن إبراهيم وأنا وزوجاتنا كنا عند جامع بيت ببلوني عم نتغدى ب 13 نيسان طالعين وطمانين وعم نكت وإلى آخره، وبفترة بس كان الجو متوتر طبعا. بيجي تليفون على سيارة رشيد الصلح لأنه ما كانش بعد في سلولار ولا خلي عن حادث عين الرماني. صباح الأحد 13 من نيسان 1975 صبغ دم الكتائبي جوزيف أبو عاصي وثلاثة أبرياء احتفال تدشين كنيسة جديدة في ضاحية عين الرماني، بعدما أطلق مجهولون النار من سيارة مموهة اللوحات على الحشد المجتمع حول رئيس الكتائب بيير لجميل. ووسط البلبلة والسخط مرت في المكان حافلة خرجت من نوافذها أعلام فلسطينية وأصوات أناشيد حماسية، فاكتملت مأساة الأحد الدامي ب27 قتيلا و19 جريحا فلسطينيا. انتشر المسلحون
وغافلت الرصاصات الأولى الجميع. رئيس الجمهورية في المستشفى، الحكومة في العطلة، وياسر عرفات خارج لبنان. أنا لا أزال أتساءل إنه إذا الكتائب هن مخططين لبوسطة عين الرمانة، هل معقول يخططوا لها بنهار موجود قيادة حزب الكتائب بصيدا عند بيت زنتوت، يجوا هودي طالعين من صيدا مش عارفين شو فيه، يصيروا الناس متفاجئين فيهم إنه الكتائب وين رايحين هلا مش عارفين شو فيه، بالقليلة رب يخلوهم يروحوا. يعني إذا ثانيا بتحضر أنت سلاح صيد، في كثير من القتلى والجرحى بعين الرمانة بسلاح صيد، أنت في شيء عفو تلقائي. رتبت الأحزاب اليسارية عند المساء اجتماعا في منزل كمال جنبلاط لبحث الحالة الطارئة. كمال جنبلاط بعد ما صارت عين الرمانة استدعي من المختارة ونزل من المختارة ودعا الشباب اللي بيدعيهم للاجتماعات الأحزاب، وكان ياسر عرفات غايب سافر، وصلوا على بيتهم قطعت الكهرباء على الحي كله. قال محسن جلول أمه تروح لعندي، رحنا على بيت محسن جلول قريب. نحن كانت بدأت بهذه الحال تجي أخبار من أصحابنا بالمقاومة عن استنفارات، عن تحضير البسفن وتحضير الهاونات والآخر. كان على التلفون الفلسطيني عم يتلفنوا بدون يعملوا هجوم على عين الرماني، أبو إياد على أبو جهاد على أبو الهاول كلهم أنه حضرنا الهجوم وبدنا نهجم، وكان كمان جملات يقولون أبدا نحن حنخذها بصدرنا ونحن عندنا موقف. نحن كنا أمام خيارين، إما أن نحط شعار سياسي للمعركة ونشد حل سياسي، او انه نتفرج على قتال ما في لنا علاقه فيه، ما في عندنا جنس، لا انا لا استعداد للمعركه القتاليه لا تما ولا نوعا. وبالتالي انا طرحت شعار سياسي للمعركه، قلت لهم انا بقترح انه الحركه الوطنيه يكون في عندها مطلب سياسي عزل الكتائب الى ان تحقق بحاجه عين الرمان، والتحقيق بحاجه عين الرمان. تقدم جورج ومحسن باقتراح العزل، ايه باقتراح العزل، واعتبره كمال جنبلاط وقال له لمحسن انه هيدي هالقرعه قديش بتحمل تحتها من عبقريه، هيدي طريقه من نجعل القصه كلها. الفلسطينيين بيعتبروا انه العزل هو كافي، احنا بنتسلى بهالقضيه وبنكون نقلنا المعركه من عسكريه لمدنيه. عندما كان كمال جنبلاط يتلو بيان عزل الكتائب سياسيا واقتصاديا، لم يكن احد يتخيل أن أزمة مديدة بدأت فاتحة الطريق لحرب طويلة. كنا بقيادة قوى الأمن وقتها مجتمعين، لأنه كنا عم نحاول نقنع الشيخ بيير أنه يسلم الأشخاص اللي أطلقوا النار، لأنه نحن وهونيك استدعينا الضابط اللي كان بعين الرمانة، ووقتها أعطى بعض الأسماء. فكانت المحاولة انه يا عمي خلينا نخلص من هالقطوع هيدا، سلموا كم واحد وكم يوم بيطلعوا، نحن بنتعهد انه بيطلعوا. اي بهالوقت هيدا كنا بهالمفاوضات مع الشيخ بيير والى اخره، بيظهر كان حصل الاجتماع بخصوص ما سمي بعزل. أصر جنبلاط على عزل الكتائب ومقاطعتها لبنانيا وعربيا في اجتماعه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود رياض، الذي أوفده الرئيس المصري أنور السادات إلى بيروت على وجه السرعة، وبدأت تداعيات قرار العزل تتوالى. أنا شخصيا ما شفته قرار عملي، يعني لأنه بنفس الوقت عم ينطلب منا كان نبقى بالوزارة. طبعا كيف يعني كان في تناقض انه لا بس بدنا نخلي الوزاره وبقول الوزاره واقف ستيلو وفي كتائب بالوزاره، كيف بدك تعمل عزل وقاعد على نفس الطاوله مع ممثلين الكتائب؟ ما كان فيها كثير، يعني ما كانت كثير منطقيه. كنا مع بقاء الحكومه لانه معتبرين انه ما بدنا نفجر ازمه وزاريه، ومعتبرين انه حكومه تشير الصلح بتمثل كل الاطراف وبعد تقدر تلملم الجراح على قاعدة الحل السياسي لازم. خيم شرح الخوف والقلق فوق بيروت، ورغم التفاهم على وقف إطلاق النار بمسعى من محمود رياض، فإن العاصمة اللبنانية
تعرفت على القناصة الملثمين للمرة الأولى فيما انتشرت شائعات عن الخطف والنهب والسلب. نجح كمال جنبلاط في كسب معظم الزعماء المسلمين ومرجعياتهم الدينية لتأييد قرار مقاطعة الكتائب، غير أن العزلة أعطى نتائج عكسية في الجانب الآخر، إذ تحفظ البطريرك الماروني بلهجة مؤدبة وصارمة واعترض ريمو إدي، فيما دافع كميل شمعون عن أحد أكبر الأحزاب في البلاد والتف معظم المسيحيين حول الكتائب. وانتقل الانقسام إلى حكومة رشيد الصلح التي راح وزراؤها يتراشخون بالاستقالات والاتهامات، محبطين محاولة كمال جنبلاط لإبقاء الصلح في السراي. استقالوا الكتائب، استقالوا الأحرار، كان في اثنين من محمود عمار ونديم نعيم. نديم نعيم، وكان في وبعدين مير مجيد، وصاروا يلحقوا بعضهم، يعني ما بقي حدا غير نحن اثنين ومجد حمادي الله يرحمه. أخيرا صمم رشيد الصلح على إدرام النار في جليد القلق والترقب، فقرر الاستقالة على أن يأتي صداها مدوية. لما كتبنا بيان رشيد الصلح الاستقالة، طبعا بالأول كتبناه بصيغة أقل يعني حجة، فرشيد بيك قال لا بدي أعنف، أنا مش قصة ورق نحن. كنت أنا وأستاذ عصام نعمان ومحمد أباني يمكن ومحسن إبراهيم حطينا في جوهر القضية، اللي هي انه الوضع بلبنان المعادلة اللبنانية الراهنة لا يمكن ان تستمر، فاما الغاء الطائفية وسيادة نظام علماني ديمقراطي او اعطاء الطوائف معادلة جديدة وحسب وزنها. فصار في جلسة مناقشة مع الرئيس رشيد الصلح، اضافوا بعض الامور و يعني ازال امور اخرى، واعطيت النقاط الرئيسية الى الأستاذ مدور وعمل صياغة. بعد ما خلص بيقوم الرئيس رشيد الصلح بيطلعني، وربما أطلع غيري على الموضوع، فوجدت أنه يعني كان البيان صايد، يعني النقاط الأساسية التي أردنا أن تظهر فيها ما ظهرت، وأعتقد آخرين لاحظوا أيضا، يعني ربما محسن إبراهيم وجورج حاوي أيضا وآخرين، لأنه بالنهاية هالنص وصل للآخرين طبيعي الدرجة الأولى كما جبرات. طلب منا أنه صحيح، فرحت أنا عند الرئيس رشيد الصلح وقلت له أنه هذا يعني ضعيف، وخلينا نمشي بالنقاط الأساسية اللي اتفق عليها ووافق عليها هو بالذات، يعني رضي. صباح 15 من أيار 1975 حمل رشيد الصلح إلى مجلس النواب بيان الاستقالة العنيف. أنا طرحت على رشيد الصلح قلت له يا دولة الرئيس أنا بقترح عليك تلقي وما تستقيل، خلي رئيس الجمهورية هو يقيلك وبتسجل السابق يا الأخير. طلع فيك وقال لي أنا اسمي رشيد الصلح مش عنتر بن شداد. طبعا طلع هو كان محضر عارف انه بصير له هجوم، انه كيف بده يطلع من الباب الخلفي. حسب ما بتذكر انه كان مرتب خروجه من المجلس رشيد الصلح، انه في باب جانبي، انا ما كنت عارف وقتها انه في باب جانبي للمجلس، في باب جانبي هيك على جهه الشمال، ووقف السياره حد الباب هونيك بيظهر هوني. كمان بالموضوع المرحوم رشيد كرامي كان قاعد حده ألبير منصور، ألبير منصور ما كانش معنا، كان بالمعارضة مع ريمو الإد ورشيد كرامي، ورشيد كان بالمعارضة وصاحب سلاح لمن دولة الرئيس رشيد الصلح كان كلف أن يكتب له البيان لصحفي نور الدين المدور، كتب له أول جملة جئتكم ورسالتي في يميني، نحن خلالنا هالجملة
والباقي كله شلناه. لما قري رشيد لايك جئتكم ورسالتي في يميني، قال له رشيد كرامي بخف الدم وقال له في اثاري ضحكوا. لما وصل رشيد صلح عم يقرا اما ان تلقى الطائفيه ويحصل على وضع لبناني علماني ديمقراطي او ان يعاد النظر بالمعادله، قال له لقلب المنصور لن تتشكل حكومه بعد اليوم. وصلت ذروه التوتر في قاعه المجلس النيابي الى المدى الاقصى عندما اتهم الرئيس رشيد الصلح حزب الكتائب بتدبير مجزرة عين الروماني، فساد الهرج والمرج وتصدى له النائب أمين لجميل طالبا منه الاعتذار وسحب كلامه، فلم يفعل رشيد الصلح. بس خلص البيان طلع من جهة الشمال، نزل هيك وراح باتجاه الباب الجانب، فأوطب عليه أمين لجميل وركض وكمشوا هيك بصفر وصار ينطوع فيه، بده يرجعه انه كيف تتهم الكتائب وشي من هالنوع، فلت منه وراح ترك. الرئيس رشيد الصلح من الباب الضيق لتدخل الأزمة من الباب العريض، فقد اندلعت فورا اشتباكات عنيفة في ضواحي بيروت الشمالية والجنوبية بين الكتائب وميليشيات اليمين من جهة، والمسلحين الفلسطينيين تساندهم عناصر يسارية وميليشيا حركة أمل الشيعية على خط المواجهة بين الشياح عين الروماني وسن الفيل النبع. اعتصم الإمام الصدر احتجاجا وتوالت عبثا النداءات ودعوات التهدئة، فاستخدم الرئيس فرنجي الورقة الأخيرة، حكومة عسكريين برئاسة العميد المتقاعد نور الدين الرفاعي نبذها المسلمون فورا. فالتقى في دار الفتوى تحالف غير رسمي ضم الزعماء سنة وكمال جنبلاط وأحزاب اليسار بالإضافة إلى عميد الكتلة الوطنية ريمو إدي. وتحت ضغط المسلمين وسوريا التي وصل وزير خارجيتها عبد الحليم خدام إلى بيروت، استقالت حكومة العسكريين، واضطر الرئيس فرنجي للقبول بتكليف رشيد كرامي تشكيل الحكومة. فيما كان كمال جنبلاط يلاحق أخبار العنف ويعالج حوادث الخطف على الهوية، كانت المشاورات السياسية تصطدم بعقدة تمثيل الكتائب وجنبلاط في الحكومة في ضوء الفيتو المتبادل بينهما. الرئيس سليمان فرنجي وجد أنه طبعا بلد ما فيه يبقى بلا حكومة من جهة، ومن جهة تانية ما قادر ياخد بالمطالب يلي كان عم بيدفع باتجاهها بيضغط باتجاهها كما جنبلاط، فارتقي أن تؤلف من شخصيات معتدلة بصورة عامة، لا هي مع الحركة الوطنية والأوساط المؤيدة لها في مجلس النواب، ولا من ناحية تانية مع المعارضة يعني المسيحية الشديدة للفلسطينيين للمقاومة الفلسطينية. أخيرا اعتمد الحل الوسط بوساطة من دمشق، فبعد شهر ونصف أعلن رشيد كرامي حكومة أقطاب من رعيل الاستقلال استبعد منها ممثلو جنبلاط والكتائب
التي عوض غيابها توزير كميل شمعون. واعتبر أيضا رئيس فنجي أنه يكفي أن آتي أن أقبل بترئيس رشيد كرامي حتى يعتبر هذا تنازل كتير، لأنه أيضا رئيس رشيد كرامي ما كان بعيد عن كمال جنبلاط والعديد من المطالب الإصلاحية اللي كان ينادي بها. استاء كمال جنبلاط ولم يمنح مع 15 من النواب الحلفاء الثقة لحكومة كرامي. كمال جنبلاط ما تستهين بهذه القصة، يعني واحد مثل كمال جنبلاط النظام اللبناني يرفض وزيره راح للآخر، يعني معلش مش أنت بدك ما تطلب من الإنسان شيء، إنه هذا ابن جنبلاط للآخر. بيجي الجبهة اللبنانية أو مش ما كانش في جبهة لبنانية، يعني بيير جميل وكميل شمعون بيحطوا عليه فيتو على الوزارة وبيقولوا له أنت ممنوع تعمل وزير. شو بيشتغل سياسي هيدا؟ شو بيجي يشتغل؟ بيروح بيعمل مزارع؟ رغم الأمل الذي تلا ولادة حكومة الإنقاذ الوطني، فإن كمال جنبلاط اعتبر الاستقرار في صيف 1975 الهدوء الذي يسبق العاصفة الآتية والفرصة المؤاتية للتغيير وإصلاح النظام. كانت الحالة متر كتير كتير، قال لي ما بقاش نقدر نفوت على بيوتنا، هالكلام هذا حلون سلموا الموارنة المسيحية، لا بذكر المسيحية أو الموارنة، يمكن الموارنة الحكم المدتي. شو عملوا فيه؟ شاف أنه هذه فرصة، اجت الفرصة اللي هي 75 فرصة وجود مقاومة فلسطينية ملتزم معها وملتزمة معه وبتشكل قوة عسكرية بالبلد، إلها أهداف اللي تتناسب مع أهدافه، لأنه بتصوره وبتصور المقاومة الفلسطينية إنه إذا كان في نظام بالبلد اللي ملتزم بالقضية الفلسطينية أكثر بكثير من النظام اللي كان قائم، هذا لمصلحة المقاومة الفلسطينية، وهو كان بده أنه يستفيد من هالقوة هيدي حتى يحقق أهدافه بالتغيير اللي بيطمح أنه يحصل. في 12 من آب 1975 طرح كمال جنبلاط الإطار النظري للتغيير السياسي، فأعلن في مؤتمر صحفي البرنامج المرحلي للأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية. هذه الورقة نعم وضعتها أنا، ومثل ما قلنا جمعت فيها حصيلة ما كان متداولا من إصلاحات، وجزء لا يستهان به كان يعني مقترحات لي، ونشرت في جريدة السفير و درستها الحركة الوطنية وأجرت بعض التعديلات، وبعتقد أخذت من هذه الورقة ما لا يقل عن 85% منها، اعتمدت. ثم كلف محسن إبراهيم بأن يضع يعني مقدمة تحليلية نوع من أسباب موجبة لها، فصاغ مقدمة تحليلية جيدة، أيضا جرت مناقشتها، عمل تعديلات طفيفة عليها، ومن ثم قام كمال جنبلاط بإذاعة الشقين، أصبحوا البرنامج المرحلي للحركة الوطنية. أظهر برنامج الإصلاح كما عرضه جنبلاط البعد الداخلي للنزاع اللبناني المتداخل مع الصراع المسلح بين الفلسطينيين وفئة كبيرة من اللبنانيين، وجاءت عناوينه شاملة في مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع. أول أساس هو النظام السياسي الذي تقدمت به الأحزاب، لقاء الأحزاب تقدم به لقاء الأحزاب وأعلنه على الملأ، والذي يتضمن تعديل الدستور اللبناني لكي يصبح هذا الدستور فعلا ديمقراطيا، وتعديل النظام الانتخابي بإلغاء الطائفية السياسية وتبني التمثيل النسبي. فأظن هذه أول خطوة، وسيعقب هذه الخطوة خطوة النظام السياسي الذي كان
باسم الحزب الاشتراكي سهم كبير في تكوينه وفي تقديمه. فسأعقبها أيضا نظام اقتصادي واجتماعي طبعا مرحلة. أنهت الاشتباكات الطائفية التي اندلعت في البقاع والشمال في الأيام الأخيرة من آب 8 أسابيع من الهدنة المضطربة، ودب الخلاف في مجلس الوزراء حول اقتراح رئيس الجمهورية مدعوما من كميل شمعون والزعماء المسيحيين الاستعانة بالجيش للفصل بين المتحاربين، إذ كان رئيس الحكومة واقعا تحت تأثير القيادات الإسلامية وكمال جنبلاط المشككين بحياد قائد الجيش والرافضين لتوريط القوى المسلحة الشرعية في النزاع. وتصعيدا للضغط والممانعة دعا كمال جنبلاط وتنظيمات اليسار الى الاضراب العام. ما كناش واثقين انها بتنجح، بس غباء السلطة نجحها، فكانت السلطة تتقصى عبر بعض الصحفيين شو عم نقول. كنا نحن نسرب انه بنلقي انابل متفجرات الى اخره، يطلع قرار منع التجول ينفذون الاضراب اوتوماتيكيا. اشتعلت الجبهات بعنف مرة اخرى في البقاع وفي الشمال بين طرابلس مدينة رئيس الحكومة وزغرت بلدة رئيس الجمهورية، وفي بيروت حول حريق الاسواق مخزن الشرق الاوسط الى كومة من النار والدمار. ومساء 18 من ايلول حامت حول كمال جنبلاط صورة خطر مأساة شخصية، فقد خطف وحيده وليد في الحازمي في الضاحية الشرقية لبيروت على يد عناصر من حزب الوطنيين الأحرار. وعندما نجحت الاتصالات في الإفراج عنه وجد نفسه لا شعوريا يمسك بجهاز الهاتف مكونا الرقم 222-244. كانت المرة الأولى منذ العام 1958 التي يتكلم فيها مع كميل شمعون. بعد أيام التقى كمال جنبلاط بكميل شمعون وبيير لجميل وجها لوجه في هيئة الحوار الوطني التي أنهت عزلة الكتائب سياسيا، غير أن الحوار غرق في الجدل بين إصرار لجميل وشمعون على ضبط الفلسطينيين وتطبيق اتفاق القاهرة قبل الإصلاح، وتمسك جنبلاط بالإصلاح الجذري للنظام السياسي كممر ضروري للمصالحة. وقسى الزعيم الاشتراكي على من وصفهم بالإنعزاليين الذين يريدون عزل لبنان معنويا واجتماعيا وفصله قوميا بعد ذلك عن العالم العربي، أولئك الذين لا يؤمنون بغير القومية اللبنانية ذات الطابع المسيحي. المهم في نظري فوق كل هذا أن تكون هذه الأنظمة مدخلا إلى التخلص من فكرة لبنان المرجأ التي هي ضد مفهوم التاريخي للبنان قبل أن أنشأوا جبل لبنان الصغير الذي هو كان وطن قومي مسيحي لا أكثر. كان كمال جنبلاط يعتقد أن العام 1864 هو التاريخ المصيري الذي قضى على لبنان القديم الذي كان يسيطر عليه الدروز، وكان يعتقد أيضا أن كذبة أساسية حدثت سنة 1943 بصدد الميثاق الوطني بين السنة والموارنة، فكان لابد للعنف من الحلول إذ أن العنف هو ابن الكذب كما كتب لاحقا. العناصر التي دخلت في تكوين الأزمة اللبنانية في تعميق الهوة بين اللبنانيين قسم منها يعود إلى ما أسميه انطواءات في باطن الضمير أو الوجدان الاجتماعي لأجل أجزاء واسعة من اللبنانيين أو لفئات واسعة من اللبنانيين، وقسم آخر طبعا يعود إلى الخوف
الخوف من زوال بعض الامتيازات المشحفة اللامعقولة. شن كمال جنبلاط أعنف حملاته السياسية ضد الموارنة الذين وصفهم بالهراطقة الشرعيين والذين يعيشون في الماضي ولا يتمتعون بحس الحكم. وأقذع عباراته رشق بها الحبر السياسي كميل شمعون ومن كان يسميه المتهلوس الصادق بيير جميل. Un homme très limité, mais qui est un illuminé dans un certain sens. C'est-à-dire que c'est un fou lucide, si vous voulez. لم تكن مشكلة كمال جنبلاط مع الطرف الثاني في معادلة ميثاق 1943 أقل حدة من مشكلته مع الموارنة. فرغم سطوته على الشارع الأوروبي واليساري في بيروت وباقي المناطق، فإن حذر الزعماء السنة التقليديين منه استمر دفينا، خصوصا بعد إشاعات سرت عن طموح جنبلاط لاقتناص رئاسة الوزراء. أنا بتذكر نحن عم نحط برنامج يعني الإصلاح، أول صيغة عند كمال جنبلاط كان إلغاء المذهبية. هل بالنسبة له لكمال جنبلاط مشكلته الشخصية إنه أنا أقصى ما أستطيعه بعمل وزير، بالتالي لازم يكون اي مسلم يقدر يعمل رئيس مجلس وزراء. كمال جنبلاط ما كان عنده وهم بانه وما كان عنده رغبه بتغيير وجه الحكم المسيحي بلبنان، بس كان عنده رغبه بانه الامور تصير على شكل ابسط من هالامور، هذا مسلم مسيحي يعني بدون هال. لكن كان عنده طموح يعمل رئيس حكومه، بس ما عنده طموح يعمل رئيس جمهوريه. في خريف 1975 بدأ أن الحريق الأول مجرد فصل من حرائق أوسع، وأن لبنان تحول ساحة لصراعات أكبر منه، خصوصا أن الجولة الثالثة من الحوادث اللبنانية تزامنت مع توقيع الاتفاق المصري الإسرائيلي الثاني للفصل بين القوات في سيناء في أول أيلول 1975 بوساطة ورعاية وزير الخارجية الأمريكية هنري كيسنجر. بعد التوقيع شعرت سوريا بعزلة شديدة، فحضر وزير الخارجية السورية عبد الحليم خدام ورئيس الأركان حكمة الشهابي إلى بيروت في مهمة عاجلة لحصر امتداد الحريق اللبناني. وصرح خدام أن ما جرى يستهدف لبنان والقضية الفلسطينية وسوريا، وأن الأحداث هي انعكاس لاتفاقية سيناء. لكن قراءة كمال جنبلاط للتحول المصري كانت أقل حدة وجذرية. كمال جنبلاط صديق عبد الناصر، صديق لمصر، حتى ما كان شايف في هذا الخطر بانحراف السادات، وكان يبرر أحيانا انحراف السادات نتيجة عدم المساعدة العربية لمصر كي تبني جيشها وكي تحل أزمتها الاقتصادية. كان يقول بضع مليارات من النفط، 4 أو 5 مليار من النفط بتؤدي إلى أنه مصر تستقل عن الضغط الأمريكي. كان يجد إذن تبريرات لتصرفات أنور السادات. كان الزعيم المصري أنور السادات الذي افترق عن رفيقه في حرب تشرين حافظ الأسد سالكا طريق التسوية الأمريكية، يحاول استقطاب فئات لبنانية ويعمل لجذب وتحييد زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، الذي كان ما زال يتلقى الدعم والتسهيل اللوجستي في لبنان بواسطة دمشق. في المقابل اندفع الرئيس حافظ الأسد موثقا تحالفه مع الملك الأردني حسين ليمنع حصار سوريا بالعدو الإسرائيلي والخصم التاريخي التركي والشقيق البعثي العراقي اللدود والنار اللبنانية. هناك يعني خلاف بين المشروعين، يعني هناك سياسي بسوريا التدخل والاحتواء، وطبعا استقواء عرفات بجنبلاط يعادل استقواء جنبلاط بعرفات، يعني كأن هناك محور آخر يتكون فيما سوريا بعد بداية تباعدها مع السادات ومع مصر، يعني حست هي إقليميا بحاجة إلى البعد اللبناني.
في 15 من كانون الأول 1975 خرج كمال جنبلاط من لقائه مع الرئيس حافظ الأسد واثقا من دعم سوريا للحركة الوطنية وبرنامج الإصلاح ومقتنعا بقدرة دمشق على حل الأزمة، خصوصا بعد استقبال الأسد لبيير لجميل في 3 من كانون الأول وبداية التحول المسيحي البطيء في النظرة إلى دور دمشق. لكن اشتداد عاصفة الحرب بدد كل الآمال. وسعت حرب الفنادق رقعة المعارك في بيروت وعمقت الخنادق والمآزق بعد انتشار أعمال الخطف والتصفية الطائفية. ووصلت إلى كمال جنبلاط معلومات بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خصصت 250 مليون دولارا أمريكيا لإثارة الاضطرابات في لبنان من أجل تمرير مؤتمر التسوية العربية الإسرائيلية في جنيف، وكان مقتنعا بأن الحرب ستطول سنتين بهدف تعقيل الفلسطينيين وترويض منظمة التحرير للقبول بالحل المفروض. ولأن جنبلاط اقتنع بأن الحرب ستطول، شرع بتنظيم الحركة الوطنية وتوزيع المهام على الفصائل والتنظيمات 13 لإدارة المناطق التي سيطر عليها التحالف الفلسطيني اليساري. فنشأ المجلس السياسي المركزي وصار بعض الصراعات حول تشكيله. كان كمال بيك مش مرحب بوجود الشلل الصغيرة فيه. نحن أنا ومحسن نعناه أنه هودي سماهم محسن قعر بيروت، أنه يا بنضبه نحن يا بنضب ضدنا، يعني فالأفضل نحن نضبه وبعلاقات ما مع المقاومة ممكن أننا نستوعبه. وهكذا وافق معنا على هذا الأمر. ثم أنا اقترحت الصيغة اللي هي هو رئيس وأربع نواب رئيس، هني عبد المجيد الرافعي وإبراهيم الليلات وإنعام رعد وأنا، ويكون محسن إبراهيم أمين عام تنفيذي، وتتوزع الأحزاب الأخرى رئاسة المكاتب التنفيذية بالمجلس السياسي المركزي، وانتظمت هذه العمل. جمع كمال جنبلاط تحت عباءته الأحزاب والتنظيمات المختلفة، لكن السيطرة العسكرية دامت للفلسطينيين الذين اخترقوا بالمال والسلاح قسما كبيرا من جسم الحركة الوطنية. أنا بعرف أنه ببدايات 75 ما كان في ميليشيا عند حزب التقدم الاشتراكي، حتى ما كان في سلاح. لما صارت استفزازات من قبل الصاعقة لحي السريان المحيط ببيت كمال جنبلاط، بغي تهجيرهم وفرض إذلال، كان كمال جنبلاط مستاء جدا. هو نمي ربي بها الحي وبيعرف في صار علاقة ود واقتراب، طلب مني حماية الحي. أنا بعت فصيل، كنا نحن أسبق منه لبناء القوات المسلحة. نحن كنا بدأناها من سنة 69، من سنة 70 خاصة، وبعد أحداث الأردن شاركنا بقوات الأنصار في الأردن وعملنا الحرس الشعبي في الجنوب وعملنا تشكيلات مسلحة. أنا بعت له فصيل، نزل الفصيل حول بيت كمال جنبلاط من 30 شاب من طوائف مختلفة ومنع استفزازات الصاعقة وانبسط كمال جنبلاط، بس ما عرف قديش عدد الموجودين. ظهر في عنده كان شاب اسمه نايف، قال له يا نايف خذ هالعشر ليرات جيب لهم برتقان وموز للشباب. ضحك نايف قال له 30 واحد شو بدك تعمل لهم العشر ليرات؟ قال له يا عمي جبت 30 ما بديش القدر. قلت له بدنا بلا وهالشيء الاصطدام، اما العدد الكافي مشان مانع الاصطدام. حتى ذلك الوقت ما كان عنده ميليشيا، وكان يسعى الى ان يكون له قوه عسكريه ذاتيه، لكن ما قادر ما استطاع. وكان في عنده مشكل مأزق بتحالفه مع الفلسطيني بالتحديد مع ياسر عرفات، لانه ما بدنا ننكر ما بدنا ننسى تضحيات الفلسطيني مع اليسار اللبناني، بنكون صحيح يعني غير مخلصين لذاكرة التاريخ. لكن مع ياسر عرفات كان عنده مشكل، كان بده استقلاليه عسكريه ما قدر. وكان يجينا سلاح انذاك، اولا اجى سلاح شوي من سوريا بعدين سوريا قطعت.
كان يجينا السلاح عبر الفلسطيني. هاي اللي كانت المشكلة. لما بدأت الحرب الأهلية تضر قرنا للجبل صارت الناس خايفة على حالها، صار يجمع 500 دولار أو 600 دولار من المواطن تيشتري له سلاح، بس بالجملة كنا نشتري نحن وياه سلاح من بلغاريا أو من رومانيا أو من بولونيا أو من ألمانيا. تحسبيتي ما بيع سلاح، كان إما يعطي أو ما يعطي. كنا نشتري مثلا الكلاشين 225-250، نصه يجي للأحزاب عدد للمتفرغين الحزبيين ونصه للمواطنين، بس اسم كبير منه راح على الطريق، منه راح صادره عرفات حسب الظروف، ومنه بقي بسوريا بالمخازن. وكان حتى السلاح اللي كان يشتريه كمان جملات من الدول الاشتراكية واللي ينقل بواسطة الفلسطينية يوصل ويوزع على هذه التنظيمات قبل أن يصل هذا السلاح لكمال جبرات صاحبه. وكل ما إجا اعترض هذا السلاح يقولوا له صار في غلطة، ويقول له ياسر عرفت لح أحبس المسؤول أو حبسته، وكان مقصودة. إلى أن فعلا حس كمال جبرات أنه الحرب الأهلية رح تمتد توصل للجبل، فبدأ بتشكيلات عسكرية ميليشيوية، ثم بدأ يفكر جديا باستخدام بعض الضباط اللي كانوا بالجيش سابقا من جماعته للتدريب. كان في العقيد مريود، وكان في المقدم فياض اللي هلا من عام الحزب. في بداية العام 1976 بدا الجميع عاجزا عن الحسم وعاجزا عن الحل، فقد راحت اتفاقات وقف إطلاق النار تتساقط رغم المساعي السورية والأوروبية والعربية، وظل ياسر عرفات يمسك بالعصا من الوسط بسبب حسابات غامضة ومعقدة. كان يعني هو يعمل اتفاقيات وقف اطلاق النار وكنا نخرب له اياها، طبعا خرب له اياها بطريقة البشعة اللي اسمها يعني قصف على الأشرفية، وبالتالي يعني اذا كان بعد ما في حدا رأيه انه مهدد ولازم يصف وراء حزب الكتائب حصلت. لا نحن هولنا بالبندقية الفلسطينية لأخذ الإصلاح. تبدلت المعطيات العسكرية والسياسية، وتشدد ياسر عرفات عندما حاصرت قوات الكتائب والأحرار مخيمات تل الزعتر وجسر الباشا وضبي لتحرير الضواحي الشرقية لبيروت من زنار النار الفلسطيني الذي كان يحاصر المنطقة ويخنقها. وبهدف تخفيف الضغط عن المخيمات المحاصرة شرعت القوات المشتركة الفلسطينية اليسارية في 12 كانون الثاني 1976 بهجوم على بلدة الدامور المسيحية الاستراتيجية جنوب بيروت. مش أنا الدامور بلش، أول صواريخ نزلت على الدامور وانحارت النعمة. كنت أنا وقتها أعطيته خبر أنه في أشخاص من حارة النعمة قالوا لي أنه عم بيركبوا الفلسطينية أو أي صواريخ، وإني فزعانين منها يعني ما بدهم يعملوا حرب مع الدامور، احنا وياهم جيران واهل يعني. انا برايي معركه الدامور لا، وكمال جنبلاط ما كان بده اياها. وبتذكر قبل الدامور ما بده اي معركه بيشوف كمال جنبلاط. قبل الدامور حصل بالجي بالاوائل 76 هيك معركه صغيره ضاعوا هذا، واجا مصطفى سعد او الحركه المصريين اجوا بالبحر قصفوا الجي وصار في مشكله، وقتل واحد ببيته معلق صورة كمال جنبلاط، وابنه اسمه كمال اسمه حسن العزي. فهذا اللي قد فيوم كمال جنبلاط احتجاجا على موقف سماه نيلسون سعد، نيلسون باعتبار أميرال البحر، أميرال البحر، فسماه لمصطفى نيلسون سعد. كمال جنبلاط حاول عدة مرة قدامي حكي مع الرئيس شمعون انه هالطريق ما تقطعها دايما لانه هي مش طريقكم، ولا طريق الشوف، هيدي طريق الجنوب، طريق فلسطينيه، طريق كذا، طريق ما كان الرئيس. انا مره قدامي وكان ايام فاضل حمويه كنا اثنيناتنا قمنا على الغرفه محل ما في لاسلكي وهيدا، طلبوا له وحكي معه للرئيس سمعون، شفته عبق وجهه رفض يبحث معه، قطع طريق الدمور. كان بيؤدي الى ازمه كبيره، هذا خط الجنوب خطر يعني، موضوع قطع طريق الدمور. قطع طريق الدمور هو اعلان معركه عسكريه كبيره،
صار في فصل بين بيروت وبين الجنوب. أعطى الهجوم على الدامور الذريعة للميليشيات المسيحية لاقتحام المسلخ والكارانتينا، وهما حيان بنيا عشوائيا قرب المرفأ عند المدخل الشمالي لبيروت، ويقتنهما مسلمون بحماية ميليشيات الشيعة وفصائل الفدائيين الفلسطينيين. في ذلك اليوم حضر كمال جنبلاط الاجتماع الطارئ الذي عقده الزعماء المسلمون وقادة المقاومة الفلسطينية في دار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حسن خالد في ضاحية عرمون، ومن هناك ناشد المجتمعون دمشق التدخل السريع. في يوم من الأيام حوالي منتصف كانون الثاني على ما أذكر، اتصل بي وزير الخارجية وقال، اتصلوا معه بالهاتف من قمة عرمون، قمة عرمون أنا لا أعرف بيروت جيدا، لكن حسب ما أصبحت الصورة في ذهني مكان فيه دار للمفتي، يجتمع هناك المفتي والإمام ورؤساء الوزارات وبعض الشخصيات الإسلامية الأخرى وبعض رؤساء الأحزاب منهم كمال جنبلاط. اتصلوا بوزير الخارجية ورجوه أن يطلب إلي أن أتصل بالرئيس سليمان فرنجية لكي يوقف القتال لأن الأمر سيء جدا. وقلت لوزير الخارجية لن أتصل، عليهم أن يصمدوا. وبعد أقل من ربع ساعة اتصل بي مرة ثانية وقال، كرروا الاتصال وهم بحالة سيئة جدا، وقد سقطت بعض الأحياء، ومسلحو الكتائب يجتاحون المنازل، ويتساقط أمامهم كل شيء. وقلت له لن أتصل وعليهم أن يصمدوا. عندما كنت أقول هذا القول أيها الأخوة، ليس من قبيل التردد أو من قبيل عدم الرغبة في بذل الجهد، وإنما كنت أستغرب مثل هذه الطلبات، لأنني كنت أعرف ونحن الذين نعرف بطبيعة الحال أن لدى المقاومة والأحزاب الوطنية من السلاح والذخائر ما لا يملكه جيش لبنان بكامله، وليس الكتائب والأحرار فقط. لم يتوقف زحف الكتائب والأحرار على المسلخ والكارانتينا، فخشي الزعماء المسلمون وقادة اليسار من اختراق الشطر الغربي لبيروت. بعد سقوط الكارانتينا نحن رحنا بالليل وناشدنا للرئيس الاسد، وهيدي يمكن عبد الناصر خلف تكون حكى لك، انه يا سياده الرئيس كمان جنبلاط قال له انه ما عادش فينا نحمل دم، شوفوا شو بتقدروا تساعدونا، تفوتوا تصلحونا، تعملوا شيء. ما كانت العلاقه منيحه بيناتهم هنيك بين سوريا، بيسال الرئيس الاسد انه مين بيقدر يمون على الرئيس الفرنجي، بيقولوا له لوسيان دحداح، بيقول له عبد الحليم خدام لسان دحداح مقدم عرض لتوسيع مرفأ اللدية، بيقول له رئيس الأسد يا عم جيبوه أكون مشروع وجيبوه لنشوف شو فينا نعمل. عندما استقبل حافظ الأسد كمال جنبلاط ووفد الحركة الوطنية ليلة 19 من كانون الثاني 1976، كان اتخذ أول قرار استراتيجي في سياق الحرب اللبنانية. اجتمعت مع بعض إخواننا في القيادة وفكرنا فيما يمكن أن نعمله لإنقاذ الموقف. جهد سياسي بذلنا، سلاح أعطينا، ذخائر أعطينا، كل هذا موجود هناك ومتراكم، ولم يستطع أن ينقذ الموقف. إذن ليس أمامنا إلا أن نتدخل بشكل مباشر.
وقررنا أن ندخل تحت عنوان جيش التحرير الفلسطيني. وبدأ جيش التحرير الفلسطيني بالدخول إلى لبنان، ولا أحد يعرف هذا أبدا. كانت غاية القيادة السورية من إدخال جيش التحرير الفلسطيني ولواء اليرموك إلى لبنان تصحيح ميزان القوى العسكري لفرض تسوية سياسية، ورغم ذلك استمرت المعارك. ثاني يوم ثالث يوم بيصير في اجتماع انه حتى الوساطة السورية ما بتفيدنا، كنا هون يعني لابد من انه يصير في عمل عسكري ليصير في تسوية، وإلا اذا صار في تسوية هلا ان احنا مهزومين. رفض كمال جبلات تكون بدائرة القمر، رفض تكون بالكحالي، رفض تكون بالدمور، النقطة بالدمور بدون ارادته. بعد سقوط النبعة والكارنتينا ما عدنا نحن نمون على حدا من الاخوان انه طول بالك، ولا عاد حتى ابو عمار عنده المقدرة انه يوقفها لانه دخلت عناصر اخرى، جيوش نظامية، فرق مدربة، هي اللي سكرت اي مجال للبحث اللي صار في يعني سلاح ما كنا نشوفه في المنطقة. تعثر الموضوع كليا ونهائيا، واصبحت معركة الدمور وكأنها بداية لمعركة طويلة ومستمرة. وقت اللي عملوها بالدمور غضب وزعل وراح اعتكف بالمختارة يومين، انه انا فتت على بيوت انصاري واصدقائي واهلي، وكيف بتعملوا هيك؟ صار كل ما مرة يكتب ابو الغضب مرة من هنا وابو الجماجي ولاي الثورة الفلسطينية، ليكوا ليكوا العناوين تبع الثورة الفلسطينية، يعني كان يمرك عليهم يعني. بعدين مين احتل الدمور؟ مش الفلسطينيين احتلوا الدمور. اجوا نظاميين في الجيش السوري اعضاء فلسطينيين، بس هودي لواءين نظاميين هودي اللي اجتاحوا الدمور. مدفعيتهم اللي قصفت وضربت كان مطلوب تأديب الموارنه والاساءه لكمال جنبلاط، لانه كمال جنبلاط اعتبر اسقاط الدمور بهالشكل وتهجيره بهالشكل اساءه له. بس لانه كان عنده ما عمل شيء تيوقف الاساءه، كان ما قدر. شو بده يعمل؟ منعوا جماعته يوصلوا حاول يبعث ناس يخلصوا بيوت معينه، قتلوهم وطريق بعورت ركعوهم ووصوهم لجماعته. الدامور شهيدة مدرجة بمأساة التهجير. خرجت ألسنة النار من نوافذ المنازل المنهوبة والمحروقة، وخرج السكان إلى العراء والمجهول كما خرجت اللعبة من يد كمال جملاط. حط رئيسة وأنا ما بدي، وظلنا لننظف الأنا، قال لي بنساوي بنصلح من السهل البيوت، كانت بعض البيوت مش مخربة كتير يعني. أول صار علينا الفلسطينيين، بعدين تبيّلنا إنه هو الجماعة نزلنا 100 عنصر حطهم بالمشري، إيه الهودي بينزلوا معكم على الدمور. نزلوا مرة دورية من هون طوقوا تنصاع، وعلى الأثر قالوا له لكمال جنبلاط أنت حدودك جسر الدمور، يعني تحت المشرع ممنوع تفوت على الدمور حتى بعد ما انفجرت الدمور. أنضجت نار الدامور اتفاقا لوقف إطلاق النار وطبخة التسوية
التي وضعت مبادئها برعاية وزير الخارجية السورية عبد الحليم خدام خلال إقامة طويلة في بيروت حفلت بلقاءات كثيرة مع ممثلي الأطراف المتنازعة. وفي السابع من شهر شباط 1976 استعرض الرئيسان حافظ الأسد وسليمان فرنجي في دمشق الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية التي تعطي المسلمين مشاركة أوسع في السلطة مقابل التزام الفلسطينيين تطبيق اتفاق القاهرة للعام 1969 وضبط الانفلاش المسلح. وعندما أعلن فرنجي من التلفزيون مضمون ما عرف بالوثيقة الدستورية جاء رد فعل كمال جنبلاط فاترا. الوثيقة الدستورية رأى فيها كمال جنبلاط إجهاض للإصلاحات الرئيسية التي كانت البلاد قد تمزقت من أجل أن توصل لها، فما بيصير بقى يصير في حال تراجعي بصيغة تكرس الرئاسات الثلاث رسميا، وهي كان المأخذ الرئيسي، ولا تقر بإلغاء الطائفية أو بالقانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية، أو كانوا الركيزتين الأساسيتين بالبرنامج المرحلي للإصلاح. اثنين، أن هناك تسوية عقدت بين الإسلام السياسي واليمين المسيحي أيضا على استبعاد الحركة الوطنية، وكان في جو واضح لذلك، وأن السوريين رعوا هذه التسوية ومترسوا عندها لأنهم رأوا أن اليمين المسيحي في لبنان قد عقد معهم الصفقة أو يعني سهل مهمة دور بالبلد مقابل أنه هن يمسكوا ورقة المقاومة الفلسطينية. بهذا الوضع كان كمال جنبلاط محاصرا، وبالتالي يعني سيعود إلى حجم كثير ضعيف في المعادلة اللبنانية، فرأى فرصته في التمرد على هذه المعادلة. أنا نصحته بالقبول الوثيقة الدستورية بسببين. السبب الأول قلت له معلوماتي أن قيادات المسيحيين قبلوا بالوثيقة الدستورية مكرهين وليس خيارا، وبالتالي قبلوا فيه على أمل أنك ترفضها تم يكونوا شني مسؤولين عن رافض حيال سوريا. ثانيا إذا طبقت فهي بداية إصلاح ممكن يوفر نسبة قوى تطور هذا الإصلاح لاحقا. بعدين يا كمال بيك ما فيه نصطدم إحنا سوريا، يعني اصطدام مع سوريا سيؤدي إلى خلل بنسبة القوى. أو طرح لوجهة نظره على ذلك قالوا لا، نسبة القوى لصالحنا. أخفق عبد الحليم خدام في الدفع لتطبيق الوثيقة الدستورية التي وصفها كمال جنبلاط بالدستور الشاذ والصورة الكاريكاتورية عن الديمقراطية اللبنانية. كذلك أعاقت الشروط المتضاربة لأطراف الأزمة تأليف حكومة جديدة، فغادر الوفد السوري إلى دمشق والأزمة معلقة على المجهول وسط شلل حكومي شل الجيش الذي بدأ يتململ ويتفكك، خصوصا بعدما تمرد الملازم أول أحمد الخطيب معلنا إنشاء جيش لبنان العربي. لم يكن كمال جنبلاط يؤمن بأهمية، لم يكن مع قسم الجيش، وعندما انقسم وطلعت جيش لبنان العربي ما كان كثير مؤمن بفعالية جيش لبنان العربي، كان دائما عم بيحاول يوجد قواسم مشتركة ما تصادم معه. ظهرت أحمد الخطيب كان منفعل جدا بالبداية تجاهها، ويعني وعبر عنها وكان متحفز كثير بالبداية، ولكن احتواها. وظهرت أحمد الخطيب احتواها لسبب يتعلق بالشوف، لسبب سني يتعلق بإقليم الخروب. أحمد الخطيب ابن عائلة حليفة أساسية لكمال جنبلاط ورمز من رموز عمل بإقليم الخروب، وبتعرف شو معنات إقليم الخروب، فبدوش يتصادم مع الشعور بإقليم الخروب. احتوى ظاهرة أحمد الخطيب ولكن لم يكن يرغب في ذلك. ثم وقع جيش لبنان العربي بإغراء العوامل الخارجية من مرات فلسطينية، المرحوم أبو جهاد تولي، الليبيين كمان عملوا معه صراع مباشرة دفعوا له ونظموه وتولوه، وصار التعاطي السوري معه حسب ظروف العلاقة السورية اللي تبدلت كثيرا بين الدعم والتأييد وبين الضرب والتهديد. في ذروة الخلاف بين الرئيسين سليمان فرنجي ورشيد كرامي على الجيش ودوره بلغت عملية تفكيك الجيش الذروة، ووسط شائعات سرت عن التحضير لانقلاب عسكري ثأرا لمعنويات الجيش ووقف انهياره وانقسامه
قام قائد منطقة بيروت العسكرية العميد الركن عزيز الأحدب مساء 11 من آذار بخطوة دراماتيكية. أبو حسن سلامي إجا لعنا كنا قاعدين عند زهير محسن بشتيبة، كان في العقيد علي المدني أنا ذاك العقيد محمد الخولي اللي كانوا مسؤولين عن المراقبين السوريين، كان إجا شي 20-25 مراقب. فات أبو حسن وعم يضحك، افتحوا تلفزيون، افتحوا تلفزيون، افتحوا تلفزيون. فتحنا تلفزيون، شوفي طول طول بالكم، طلع أحدث وأعلن بلاغي، شلون تم؟ قال لي وصلتوا، قال لنا وصلتوا، أنا وصلتوا على التلفزيون. والله بتشوف يعني شلون تعمل يا أبو حسن؟ قال لا احنا عرفنا إنه الحركة موجودة، دخلنا بإطار، قلت له مش مزحة. تفكيك الجيش اللبناني مش مزحة. طالب عزيز الأحدب باستقالة رئيس الجمهورية مسميا نفسه حاكما عسكريا مؤقتا، وناشد النواب انتخاب رئيس جديد خلال 7 أيام. ورغم توقيع 67 نائبا من أصل 99 بينهم كمال جنبلاط عريضة تناشد الرئيس الاستقالة، فقد رفض سليمان فرنجيدي متسلحا بقوة الشرعية. عند هذه النقطة الحاسمة تبدلت خطة كمال جنبلاط، وفاجأ الجميع بموقف جذري وقاطع، مستعدون للحسم العسكري بالتعاون مع أحمد الخطيب. مزقت مدافع جيش لبنان العربي الهدنة المفخخة ودمرت طرائفها أجنحة أساسية في قصر الرئاسة في بعبدة، خصوصا بعدما استطاع كمال جنبلاط جمع العميد عزيز الأحدب والملازم أحمد الخطيب للشروع بعملية عسكرية لإجبار رئيس الجمهورية على التنحي. إلا أن سليمان فرنجيي غادر القصر إلى منطقة كسروان المسيحية متشبثا بعدم الرضوخ للضغط والتهديد. أوقف القرار السوري الحازم تقدم وحدات جيش لبنان العربي إلى القصر الجمهوري، ذلك أن دمشق رفضت تحدي هيبتها ومبادرتها. فعلى صوت كمال جنبلاط للمرة الأولى علنا ضد السوريين، عليهم أن يخرجوا فدورهم انتهى، وللحال راح يستعد لتوسيع رقعة المواجهة إلى الجبل. لأنه هون صار في عليه حملة، يعني حملة إنه كمال جنبلاط يقاتل في بيروت بالمسلحين الآخرين من الأحزاب من المنظمة. وقد شن عليه الإسلام السياسي التقليدي ببيروت انتقادات كبيرة، ومنها حرض إذا جاز التعبير على معركة الجبل أنك أنت تقود الحرب في لبنان وتقود الصراع السياسي في لبنان بقوى غير قواك والمنطقة غير منطقتك وبأهل بيروت وبأهل الجنوب. وجاي الاجتماع وكان مبحوح وحاطط شال على رأبته بمدرسة فلسطينيين بسوق الغرب، وكان أبو عمار وأبو إياد وأبو جهاد وكل القيادات الفلسطينية. صرنا نفتش عليه، أبو صالح اكتشف إنه أخذوه إلى مدرسة الغرب للضغط عليه من أجل بداية حرب الجبل تحت عنوان صغير هو إنقاذ تل الزعتر. بالله تلفن لي أبو خالد محسن وطلب مني أنزل على بيروت لأنه ما نفتح معركة الجبل، محسن إبراهيم. وفوجئت أنا ذاك لأنه بعرف أنا كان موقف كمال جنبلاط بقصة الدمور حاسم يعني، وكان كمال جنبلاط موقفه أنه يعني لا تهز معادلة الجبل فيهتز لبنان، كان برأيه أنه آخر حصن، إذا اهتز الجبل فتفكك الوحدة اللبنانية. وكان يعني يكثر من الحديث فيها، مش بس يكثر من الحديث فيها، كان يشتغل على لملمة هذه الوحدة بالجبل بزيارات واتصالات كثيفة مع المسيحيين في الجبل، مع المطارني، مع الأخوارني، مع الزعماء السياسيين، مع الفعاليات، مع الضياع. وصل أنه يعني يعمل زيارات لجزين حتى بذاك الوقت، رغم أنه مش على التماس مع المعارك، حتى يمنع أي تصدع
في الجبل ويمنع أي حادث أمني في الجبل، إضافة أنه منع وبالمطلق أي وجود فلسطيني مسلح في الجبل. كمال جنبلاط عانت ووقف طويلة، يقول يا عمي إذا نزلت الحرب بالجبل ما بتعود توقف، بعد حتى الآن محدودة ببيروت بينتقل واحد للتاني ما بيعرفه، بالجبل ولا تضيع واحدة، إذا تهجر إذا انقتل بتضل اضطرارات طويلة بالجبل. عفوني من هالشغلة، خلينا نضل عنصر ضاغط بالجبل، خلي مكان للقصف، خلي المدفعية، خلي كذا، خلي المعركة ببيروت. هون سمعوا انه لاد بيروت عم بيقولوا انه كمال جنبلاط بده يقاتل لحد اخر سنة واخر شيء. تعددت الاسباب والافتراضات، الا ان الثابت ان كمال جنبلاط نقل الحرب الى الجبل بهدف تقصير امد الصراع وتهيئة ظروف الحل السياسي بالحسم العسكري. كمال جنبلاط معركة الجبل بالنسبة له ان يحدث تعديل في ميزان القوى، ان يحدث صدمة أو بسموها ضربة على الرأس لليمين المسيحي، يدفعه إلى أن يقبل بالتسوية وأن يعقد التسوية مع صاحب القرار العسكري اللي هو كمال جنبلاط، مش مع اليمين الإسلامي أو التقليد الإسلامي. أنا شخصيا ما سمعت منه ولا مرة أنه بدنا نكسر اليمين وبدنا نحطمهم عسكريا. اللي كنت دايما أسمعه هو أنه ما ممكن نقدر نقعد على طاولة كأنداد على نفس المستوى نقدر نبحث مستقبل البلد والاتفاق على إصلاحات اجتماعية وسياسية واقتصادية مع الفريق الآخر إلا إذا ضغطنا عليهم عسكريا وحسوا بالصخب. كان عنده رأي أنه الكتائب يشكلون أو طيار ما يسميه طيار الانعزالي كانوا يشكلون 20% من المسيحيين، والمسيحيين يشكلون 40% من اللبنانيين، وكان يذكر دائما انه الارثوذكس ضد الكتايب وانه الكاثوليك ما شاركوا وانه الارمن على حياد، وبالتالي وانه في مسيحية الوطنية لازم نعطيها فرصة تتحرك وانه يعني نرفع اليد الكتائبية عن الشارع المسيحي. كانت بالنسبة لكمال جنبلاط هذه هي الاعتبارات، ان يمارس ضغط على المسيحيين في جبل انه باتجاه بكفية عبر بزبدين مثلا، احدى الموجات الاساسية من التفكير انه خلينا نشعرهم بانه بكفية مهددة فبيجوا بيعملوا التسوية. في 21 من اذار 1976 شنت تشكيلات الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية وجيش لبنان العربي هجوما في بيروت والجبل في وقت واحد. وبعدما استطاع الفلسطينيون ومسلحو المرابطون انتزاع منطقة الفنادق الفخمة من مقاتلي الكتائب واحتلال فندق هوليدي إن، تكثف الضغط على جبهات الجبل. كان تركيزنا على منطقة علاج، وكان يعني بذهن كمال جنبلاط هيك التفكير الأولي انه يصير في ضغط على منطقة الكحالي باعتبار انه يعني فوق القصر الجمهوري، وتشكل نوع من الضغط المعنوي لدفع اليمين المسيحي أو جبهة اللبنانية تجي تتفاوض. ها كان التصور. صار في ثلاث وجهات نظر. كمال جنبلاط كان يعني مع نظرية الكحالة، اليساريين إذا بدك جورج حاوي والقوميين كانوا مركزين على المتن باعتبار أنه لهم وجود ومعاقل، وفعلا يعني حصل هذا النقاش أمامنا يعني وشاركنا فيه على المتن. الفلسطينيين كان تركيزهم على المونتيفيردي. الإخوان الفلسطينيين شدوا أن الحرب تكون باتجاه صليمة رأس المتن المونتيفيردي تل الزعتر. نحن كنا مدركين أن المنطقة يستحيل اقتحامها، مش وارد إمكانية اقتحامها نتيجة طبيعتها. كان برأينا الأفضل يكون من رأس المتن من المتين بالمروج المتين على محورين، محور يأتي من صنيع من عنتورة جانتورة ومحور من إرنايل، ولكن أصروا عن القدرة يعني السلطة العسكرية لهم على هذاك الحشد اللي كان على رأسه أحمد الخطيب وجيش لبنان العربي ومساهمة نحن ما ساهمنا فيه، عرفنا أنه سيكون بس مشينا مع كمال جنبلاط بالمظاهرة اللي رافقتهم إلى رأس المتن مودعة، وبعد ساعتين كانت الهزيمة ساهمة. كان النقاش يدور مع أبو جهاد وهو كان يدير
القيادة العسكرية وهو كان قائد حقيقي للمعارك. فكان الفلسطينيين يعني يتذرعون بذرائع عديدة ومختلفة، مرة الأسباب السياسية ومرة الأسباب العسكرية ومرة، لكن ما حشدوا للمعارك، إلى درجة أنه في إحدى المعارك اللي دارت على جبهة سوق الغرب باتجاه القمطية بدادون والكحالي، يعني لو ما وجود بعض القوى العراقية كانت ملتحقة بالصاعقة بالجبهة التحرير العربية، كان حصل اختراق عسكري. وصارت النكتة الشهيرة عن والد علي أنه إجوا يحتلوا الكحالي، احتلوا علي. ما كانش لأسباب عسكرية، كان في خطوط سياسية حمراء عم تجي. هون كانوا الفلسطينيين ميالين إلى مسايرة السوريين في موقفهم الرافض لممارسة أي ضغط على الرئيس الفرنجي وعلى الجبهة اللبنانية، كانوا من البداية ميالين لذلك. وقع إذا جاز التعبير جملات في لعبة يعني الاتكال على بعض الوعود من اليسار الفلسطيني، واللي يمكن قد يكون نظر إلى نظرة مضخمة، يعني مثل دور أبو صالح ويعني أبو خالد العاملي اللي كان مسؤول عن المتن واللي كان يعني متصلب جدا في المواجهة. عرفات واقعا بين مطرقة السوريين وسندان كمال جنبلاط، فاضطر إلى تولي دور الوساطة المحرج، واستطاع بعد جهود مضنية تأمين توجيه دعوة من القيادة السورية لكمال جنبلاط لزيارة دمشق. دعا الرئيس حفظ الأسد، وهون بالدعوة كان في مشكلة، يعني ممكن لو عم عباس خلف أكثر واحد بيحكي لك، يعني إجوا الفلسطينية إنه إذا بتطلع لعند حفظ الأسد بتجيب لنا كم مدفع لننزل من الزعرور على بقفي وجوني، وقالوا له حفظ الأسد إنه بعت وراء لكمال جنبلاط وطلب منه يوقف، خلاص استوى. راح كمال جنبلاط إنه هو ذاك يجهز يعطيه مدافع، إنه ما عندهم شيء على فلسطين. والرئيس الأسد متصل من كمال جنبلاط جاي يقول له أنا خلاص بدك إيه أنت. وقت الجزء الأول منه يعني محضر الجزء الأكبر، لأنه وقت الرئيس الأسد طلب من الحاضرين أنه يتركوا مع كمال جنبلاط. وقت اللي عنف الحديث وكمال جنبلاط بده ينهي الجلسة ويمشي، قال له الرئيس الأسد ما لخليك تروح زعلان، قال لنا قوموا أنتوا انطرونا. زلوا هيك على القسم اللي كنا موجودين فيه، هو القسم اللي كان عم بيحاول كمال جنبلاط يشرح أهداف الحركة ويشرح أهداف الهجوم اللي كان ماشي بالجبل ولوين ممكن يوصل وشو الهدف منه بالنهاية، اللي هو يعني إجبار الفريق الآخر على الجلوس على الطاولة بالمد للمد والوصول لتسوية مقبولة فيها الإصلاحات الأساسية المطلوب أنه تنعمل بالبلد. فهذه المرحلة اللي وهذه أخذت وقت، يعني لأنه عامل مطالعة تاريخية وشرح فيها، وطبعا كان واضح انه رئيس الاسد مش مقتنع بهالكلام. قالوا انت جيت لعندي وطلبت تسويه، طلبت وسطتنا ونحن دخلنا وجبنا لك التسويه، قال له مش كافي، قال له كيف مش كافي، طورتنا كثير، وثيقه دستوريه وغيرها كان في كثير تحت الطاوله، قال له لا اتركنا نعمل حسب. قال له حفظ الاسد شو بدك تعمل؟ قال له بدنا نحكم. قال له حدا بيقهر شعبه وبيحكمه؟ هون كان كمال جنبلاط خلص يعني لعب الورق للآخر. قال له ما لا خليك تحصل. لما رجع يعني بين علي انه شو بذكر قاعد حدي على الكنبايه، في كنبايه كنت قاعد عليها انا قاعد، وانا كان لما بده يحكي معي شيء ما يفهموا الباقيين يحكي معي بالانجليزي، وبيعرف انه انا بحكي انجليزي اكثر ما بحكي فرنساوي. قال لي doesn't look good، مش
ماشي الحال، مش النتيجه مش منيحه. بعد ما خلص لحقوا على قصر الضيافه لكمان، لحقوا عبد الحليم خدام وحكمه الشيبي وناجي جميل وكله يترجوا من سيد ما يفل على بيروت انه الرئيس بيشوفك مره ثانيه وثالثه وما بده يطلع زعلان يقول له ابدا. عاش بدك. حدد اللقاء الاخير بين حافظ الاسد وكمال جنبلاط في 27 من اذار 1976 مسار الحرب وربما مصير الرجل الذي كان همس الى صديقه محسن ابراهيم قبل اشهر ان الاوان ان للحسم، لان سن 60 هي الاستحقاق للقائد السياسي الذي عليه اما ان يغامر وينجح او يفشل ويتقاعد. لذلك قرر الذهاب في المغامرة إلى النهاية معتقدا أن الفرصة التاريخية لن تتكرر، وأنه إزاء شبيبة لا يجوز عرقلة انطلاقتها ولا تحطيم حركتها النفسية. عاد من دمشق مكتئبا لأن حافظ الأسد سيحرمه من لحظة النصر الذي طرق أبوابه. قال خلونا نأدبهم، لابد من الحسم العسكري، 140 سنة عم يحكمونا بدنا نتخلص منهم. هنا رأيت أن كل قناع قد سقط، كل قناع قد سقط. إذن الأمر ليس ما كنا نقول وليس ما كان يقال لنا، الأمر ليس بين يمين ويسار، ليس بين تقدمي ورجعي، ليس بين مسلم ومسيحي، المسألة هي مسألة سأر وانتقام. مسألة سأر وانتقام تعود إلى 140 سنة. خرج كمال جنبلاط من هذا اللقاء وترك لدي انطباعا أنه مصر على القدوم، وقلت له لا تعتمدوا على مساعدتنا، فنحن لا نستطيع أن نسير معكم في طريق نحن وإياكم متفقون سابقا أنه طريق المؤامرة.